まだ。أذكر عندما كنت في الثامنة من عمري كيف كنت أراقب أخي. قد طلب منه أبي أن يرسم على أبواب غرفنا ما يحلو له من رسومات. كان ذلك اليوم من أجمل الأيام لدي، كأننا كنا نعيد بناء منزلنا. لا أدري ما كان شعور أخي آنذاك، أظن أنه كان يطير، إما فرحا أو تعبا. قسمت المهام، وكانت مهمتي أن أقف أملأ الكيلة، أفتح درفة باب المدخل الثانية، أملأ أبريق الماء لجدي. ولو أن كل ذلك يحصل الآن لكنت جاهزة لتصوير الحدث. 3 غرف، 3 أبواب. أمي تصمم أفكارها، أخي يزيد لمساته، أبي يلصق أطراف الباب، وأنا أقف في منتهى السعادة، على الرغم من أنني قد تخليت عن مباراة كرة القدم مع صبيان الحي لأجل أنام لي أخي. الأبواب ركبت من جديد. اخترت أن أغلق الباب في كل مرة يفتح فيها، علهم يرون رسومات أخي على الدوام. أفتح الباب عن الطرف، كنت أخاف من أن أجلغم الألوان، على الرغم من أنني أعلم أنها جفت. اليوم أنا في السنة الجامعية الثانية، أحدث أخي الذي ترك في منزلنا القديم ذكرياتنا الجميلة، وروحه جعلتني أحمله هو وأنامله إلى بيتنا الجديد. أنا الآن في منزل أبوابه لا تحمل رسومات أخي، لكن المنزل نفسه يحمل أخي دائما وبرفق.
إذا هلأ قلت لك طلع على الضيعة وامشي فيه. لا لا ولا كن صريح. اوكي مش مع رأوه فنا، لكنني كنت أغرق كلما عانقت أخي. تخبط، قلق، سؤال، فراغ، ضيق، هروب من مجتمع بأغلبه تائه، يخجل، يخاف العناق، يخاف السلام أو حتى الكلمة أحيانا. من مجتمع يحب ما يرى، لكنه لا يرى سوى السطح. ليتنا مسطح لا عمق له ولا سعة. ليتني لم أغرق في أخي. ليتني أحببته كمسطح أيضا ولم أكترث لعمقه المليء وعالمه الواسع، بل ليتني غرقت أكثر ولم أكترث لكلمات، لآراء، لضحك، لاستهزاء، لقمع، لجهل، لمحيط رأى أخي لكنه لم يحتضنه يوما. أنا الآن أبحث، أبحث عن أخي في زوايا الأماكن، أبحث في عيون أمي، أبحث في كل اختلاف، أبحث في الخط، في اللون، أبحث في رشفة يدي، أبحث في فستاني الأزرق، أبحث في صلاتي، في سريري، وفي الوردة التي أقلده برسمها دائما.
أنا الآن أعيش طفولتي كلما كبرت كي أبقى مع أخي. أنا الآن أراقب، ما زلت أراقب، أراقبه دوماً يبحث عن وطن.